بدأ. استنى بقى الناس تجمع معانا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لايف النهارده اقول لكم ايه؟ من كوكب تاني. لايف النهارده عالمي. وكله يجمع عندي الشناوي حالا. اللي هيفوتوا اللايف ده هيندم. كل تاجر او تاجره معانا على اللايف ده تبدا تركز معانا. عروضك ايه النهارده يا شناوي؟ عروضنا النهارده هتبدا من 9 مفيش حد جمع جنيه. لسه مفيش حد جمع معانا. 59 جنيه يا شناوي. الناس اللي بتسال على عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي. دي ارقام الحاج. اسراء بتقول لك اتاخرنا. انت كنت فين يا اسراء اللايف اللي فات اساسا؟ الحق قبل نفاذ الكميات. ما كنتش معانا يا اسراء اللايف اللي فات، كنت انت نايمه. قبل نفاذ الكميات. ما احنا اخرنا بعد كده اللايف بقى الساعه 10. الشناوي عامل لكم مفاجآت. اسراء بتقول لك وحشتني حبيبتي. ومش بس حبيبتي، يلا بتصبحها. النهارده لايف يا جماعه مختلف عن اي لايف شفتوه. الشناوي نزل لكم اللايف ده كله حرق من كوكب زحل. اول 59 جنيه يا جدعان. ايه اللي ب 59 جنيه النهارده؟ مريم بتقول لك كفايه تشويق. يعني يا مريم نقوم قايلين العروض ونطلع ولا نعمل ايه؟ لايف التشويق والاثاره. عارفين يعني ايه؟ هنبيع عبايات. ام مصطفى، ام مصطفى بتمسى عليك العراق. ام مصطفى حبيبه قلبي، اهلا بيكم، اهلا بكل اهل العراق. يعني ايه هنبيع عبايه قطيفه؟ طب بيمسوا عليكم كلهم اهو. ب 165 جنيه يا شناوي. 165 جنيه؟ طب هنعمل بيهم ايه؟ اه اسراء انت كان ليكي فعلا هديه فعلا. فاكرين اسعار السنه اللي فاتت يا جماعه؟ عبد الرحمن مجاهد، السلام عليكم يا شناوي. عليكم السلام استاذ عبد الرحمن. نورت اللايف. لا الناس يا محمد مستنيانا. اه مستنيانا. هنبدا عروض الحلقه على طول. نعمل الاستاذ عبد. رينجو خروج ب 75 جنيه يا شناوي. نعمل رينجو خروج 1000 قطعه ب 75 جنيه. هنعمل الاستاذ عبد الرحمن عرض مخصوص باسمه. اه طبعا طبعا. الناس كلها هتدخل الوقت تقول خليك معانا. الله ينور عليك يا شناوي. الله ينور عليك يا شناوي. جنة الرحمن مساء الخير. بطانيه ب 59 جنيه. دي ب 59 جنيه. في كده في مصر؟ مفيش. اسراء دخلت. اسراء دخلت بتقول الحاج مجاهد بتاع الخصومات. هو معروف عندي. لا ايوه 59 جنيه يا شناوي. لايف النهارده اقل من التكلفه كاملا. لايف كله حرق. الخامه بطانية. امي بتقول لك الشغل لسه واصلها النهارده، لسه ما لحقتش تفتحه. هتجيب فلوس منين عشان تاخد اللايف الجديد؟ اه 59 جنيه. احنا خلصنا شغل اللايف. نبعت لك يا امي، ما فيش عندنا مشكله. نبعت لك. باي 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 باي. بصوا البيجامه اللي ب 59 جنيه. استاذ عبد الرحمن بيقول لك هبلتون. والله لسه اقسم بالله اللايف النهارده دمار. قنبله. لايف النهارده بصوا خايفه يحصل حاجه واحنا بنعرف. مش خيريه. الله ينور عليك يا ام ملكه، بتمسى عليك يا استاذه خيريه. 59 جنيه العظمه دي، انتوا متخيلين؟ 59 جنيه بطانيه. انت هتشيلها كده توزنها. بصوا النقشات وجمالها. ماشي يا اسراء، هنقسط لك بقى. هنقسط لك يا اسراء. النقشات وجمالها كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه. زهرة العمر بتقول لك مهما الدولار زاد الشناوي عامل مزاد. حلوه الجمله دي، لازم ناخدها كده. أيوة. وننزلها عندنا على الصفحه. ثبتها على الصفحه. بصوا البيجامه اللي ب 59 جنيه يا شناوي. مريم ربنا يبارك فيك. متخيلين العظمه دي؟ 59 جنيه. مبطن من جوه حاجه كده لوكسايه، حاجه كده لوكسايه ب 59 جنيه. ازيك يا ام زياد؟ ببلاش. احنا اللي ببلاش يا جماعه، احنا بنسلمك حته لوكس بسعر الشعبي. زهرة العمر بتقول لك والله انت وش الساعة. حبيبتي. بصوا الكمدان. الله ينور عليك. 59 جنيه شناوي اشكال. ميلبس كام؟ الوانات 90 كيلو. 90 كيلو. خلاص بقى يا اسراء بقى، هو مقاس واحد 90 كيلو. حلو قوي علينا ان احنا نعرف اساسا نطلعها. 59 جنيه. طب نيجي بقى على القطايف. ابو ملك اهلا بيك حاج ياسر. بصوا القطة دي. بصوا الالوانات وجمالها. 59 جنيه شناوي. هتعمل فينا ايه؟ لايف النهارده هتعمل فينا ايه يا شناوي؟ بصوا العظمه. بصوا الجمدان يا جدعان. اهو الشناوي اتهور. شوف زهرة العمر. الشناوي اتهور. طول ما الشناوي على الساحه محدش ليه مساحه. لا حلوه. لا بصوا لازم هديه لزهرة العمر. هديه لزهرة العمر. الدفايه دي هديه. الدفايه دي هديه ليها. بتقول لك مهير ولا قطيفه؟ ورد مهير. ام نور بتسال. حطوا رضا، حطوا تحتها
النقاشات دي على المستورد، النقاشات دي على المستورد. لميس عاوز اكلمك بعد اللايف باين عندها حبيبتي. لفوا السوق كله والشناوي هو الاساس، اقسم بالله. شايفين العظمه؟ بطانيه، انا بقول لك بطانيه بمعنى الكلمه، 59 جنيه شناوي، والبنطلون ميلتون مبطن. شايفين؟ بطانيه. سيبكم الشعبي، الشناوي هيحرقكم. ام زياد المنيا فيها فلوس كتير يا ام زياد. بصوا الجمدان، ايه ده يا شناوي؟ بتباع ايه؟ وليك هديه قبل كده زهره طول العمر. ماشي، هنبعت لك الهديتين. حاضر، عينينا. هنبعت لكم، ابعتوا لي بس على الصفحه زهره. ايمان قولي الحكم. طب قولي، قولي انا معاك يا ايمان. بصوا الحته ونظافتها وشغل بسمكه. ايمان العبد معاك اهو. شايفين؟ عامل حاجه لوكس، حته لوكس ميلتون. نشحنها لك، نشحنها لك زهره طول العمر، نشحنها لك. 59 جنيه شناوي، وده اول عرض واللايف كله عروض. يشهد علينا ربنا ان شاء الله. تنورنا يا حاج ياسر. التكلفه كلف حتتك يا باشا، وانزل بسعرنا. اضرب لك تعظيم سلام في السوق اهو. البولر اللي مكسر ورده عاوزه تكسب. حاضر، قال لكم بس معانا كده. البولر الشناوي هتنزل يا اسراء بعد بعد اللايف، هتنزل على التليجرام. مدخلين كام حته بولر؟ 1000 قطعه بولر. النت شغال كويس يا جماعه؟ مظبوط. بولر، البولر ابو 150، ابو 135، اللي من غير زنط واللي بزنط. بصوا الجمدان، بصوا. استاذ عبد الرحمن مجاهد عاوز هديه لخارج مصر. انا هبعت لك شوال هديه. مع الجامبو يا جماعه، الترند 135 يا شناوي. ضيع. شايفين الالوانات؟ النت كويس يا استاذ يحيى ابو القاسم. النت عندك كله وحش يا جدعان. ام زياد ربنا يبارك فيكي. شايفين الالوانات؟ شايفين الكلمات؟ منيا بتمسي عليكم. مس رشا اهلا بيكي. الله الله ينور عليكم. انا عايزه التعليقات كده تقول الله ينور عليك يا شناوي. محمد من دمنهور منوره الدنيا. الله ينور عليك يا شناوي. محتاجين جواكت جلد. الصبر علينا شويه. حاضر. البولر ده 135 يا جدعان. عبايات البولر. بلاش اهو السحابه. مقاساتنا غير مقاسات السوق. مقاساتنا غير مقاسات السوق. شغل لوكس. شايفين العظمه؟ شايفين الحته؟ العبايه السحابه. الناس كده اللي كانت حاجزه الكميه بتاعتها يا جماعه هيطلع لكم ان شاء الله. موجود. الناس اللي حاجزه شكرتين وثلاثه و10 و20 موجود. 135 جنيه شناوي. رسمه البقره الصغيره والبقره الكبيره. ام نور الله ينور عليك. الشناوي الشناوي يا جدعان. الشناوي. اصبروا علينا يا اسراء، احنا ما بننامش يا باشا، ما بننامش. كل يومين لايف. انا مش عارفه. امان الله ينور عليك. جديده مش هنعرضها غير يوم. ساره القطاعي، ساره عبد الواحد القطاعي في قلب المكان. شرفينا المعرض بره قطاعي، انما ما بشحنوش انا. بصوا الجمدان، ايه رايكم في الفكره دي؟ ضغطة قطيفة. عارفين القطيفة بكام؟ عارفين القطيفة بكام؟ ايمان اكتر اكتر شير ايمان العبد. لو انت شيرتي هكسبك معايا في اخر اللايف. شايفين العظمة؟ 135. خليكي بقى معانا وشيري وهكسبك معانا. شغلنا غير السوق كله. ضيع يا شناوي. نيجي بقى العظمة اللي عليها الضوء. الرسمة الثالثة الرسمة الثالثة المنقطة. المنقطات. لا الشبكة عندنا كويسة يا جماعة. المنقطات يا جدعان. المنقطات بألواناتها. احمر فوشيا ازرق. 135 جنيه شناوي. امهات تلبس. شايفين المقاس؟ شايفين المقاس يا جدعان؟ 90 دي ولا 100؟ 90 كيلو و95 كيلو. الشناوي بيقول لكم ارخص سعر في مصر. اه والله يا زهره الشناوي عامل قلبان وكله بالحلال الحمد لله. شايفين العظمه؟ شايفين الالوانات يا جماعه؟ ايه كوثر التلبيس 90 95 كيلو. نيجي بقى على العظمه اللي عليها الضوء. لا اللايف كله عظمه. اللايف كله عظمه. اللايف كله عظمه. لا الطايب تقريبا 10 جنيه. شايفين العظمه دي؟ يعني بتختاري مقاس ولون. شايفين الشناوي عامل لكم ايه؟ الشناوي عامل لكم اللي ما حدش عمله. بصوا الحته. بصوا القمر. ام عبودي بتمسي عليكي حبيبتي. حبيبتي بصوا التطريزه دي. شايفين؟ يا لهوي عليك يا شناوي، يا لهوي عليك يا شناوي. يا خاربها. هتنزل دي بكام يا شناوي؟ 65 جنيه بالتطريزه. والزنط الفرو سعر اقل من التكلفه. متخيلين الحته دي ب 65 جنيه؟ بنبيع ترمس. الزنط فرو. عدس. عدس كوسته. بنبيع عدس. تطريزه فرو من تحت، فرو بنقوم.
يا شناوي. الوانات يجي لك كده كل سته في كيس. الشناوي بقى اما يصنع، الشناوي اما يصنع يبيع لكم بابو بلاش والسوسته المستورده. اسراء بتقول لك ايه احجز 65 جنيه يا شناوي. اسراء انت مكانك فين؟ شايفين الالوانات حبيبتي زبونتنا يا واد؟ فين مكانك؟ شايفين الالوانات هي بتيجي تيجي هنا يعني؟ شايفين الالوانات وجمالها؟ شايفين السلوفتات بتاعت الشناوي؟ 65 جنيه يا شناوي. احنا هنمسك زهرة العمر الشعارات بتاعت الصفحة بتاعتي. قاعدة بتقول اشعار والله العظيم شعارات جميلة. يبقى العظمة دي بكام؟ 65 جنيه اقل من التكلفة. تلبس قد ايه؟ عندي سنتين، من سنة لسنتين اهو. تلبيس بورسعيد سنتين، اتنين اتنين سنتين. وبنعمل لكم المقاس الكبير اهو على المكنة. نيجي بقى على العظمة اللي عليها الدور. والله يا ايمي دي بقى برزقها بقى. ايمي بتقول يا ريت ما نجيش نحجز نلاقيها خلصت. لا كميات يا جماعه، في كميات بس الموسم ده اللي بيطلب كميات بندي له الكميات بتاعته. تعباء البولر اللي بيطلب اي كميه بنديها له. ايه فتحي بتقول شغلونا معاكم قبضونا هدوم. شايفين العظمه دي؟ شايفين الترنج العظمه ده؟ ده ترنج ميلتون. تيجي تشتغلي معانا شهر بقى. ميلتون مبطن لكره كده، لكره خامته لكره. شايفين الخامه؟ الخامه ده انا معرفش ايه، احنا هنسمي الخامه اللي معرفهاش الفنكوش. تمام. المهم اللي انا جايبه لكم سعر، سعر مش هتسمعوه في السوق كله. ترنج ب 75 جنيه محيرات من 6 ل 16 سنه. شايفين حته بجيوب كده، حته بجيوب 75 جنيه يا شناوي. والله خامه مبطنه لكره، مبطنه من جوه قطن. شايفين عامله زي البطانيه، شغل بزنط وجيوب وطباعه والبنطلون. شايفين البنطلون؟ الناس بتسال عن ميلتون. شايفين ميلتون موجود. شايفين البنطلون جيوب؟ شايفين الحته عامله زي 75 جنيه يا شناوي. ضيع يا شناوي ضيع. شايفين المقاسات من 6 ل 16 سنه. ده حته مقاس 14، 11 لون، 11 لون. بصوا 75 جنيه بنبيع ايه اهو؟ بنبيع ترنجات. يلا ميرو، ميرو بتقول هتيجي تشتغل معانا وتقبض هدوم كده ابو اتنين اهو. شايفين؟ شايفين الخامه عامله ازاي؟ خامه روعه، خامه روعه. شايفين؟ ايوه خامه فنكوش. معرفش الخامه دي ايه، والله ما اعرف لها اسم، بس الحته ببلاش. بصوا الحته، بصوا الحته، والله العظيم انا لما جات لي البيعه دي قلت لازم تولع في اللايف. في 1000 حته، الشغل ده منه الافات يا جماعه. يعني اللي هيطلب اي كميه مفتوح، الشغل ده كله الافات. يعني حته زي دي سويت شيرت، سويت شيرت. طب ترنج بقى، تخيلوا اما نبيع لكم ترنج بتمن مش عارف، تمن دفايه، ترنج بتمن دفايه 75 جنيه. اخرجوا بيه والعبوا بيه مكة عمر. ينفع ينفع تاخدي نص دسته من كل حاجه. شايفين بقى المقاسات كلها 4 6 8 10، مش 4 اصغر مقاس 6 لحد 16 سنة. شايفين العظمة بقى؟ شايفين الشناوي عامل لكم ايه؟ أحلى مسا. الشناوي بيبيع لكم ببلاش. بصوا ده أصغر مقاس ده ولا إيه؟ بصوا العظمة يا جدعان. الناس بتسأل على أولادي ما جاش. ده يمشي أولادي وبناتي. لأولادي تحت التصنيع، اصبروا على رزقكم. اللايف الجاي يوم الاثنين، ده احنا هنهز لكم لايفات. احنا خاربينها، احنا خاربينها، الناس بدأت تشتكي مننا. بصوا الجمدان. شايفين الحتة عاملة إزاي؟ عايزين ترنجات خروج، ترنجات خروج بناتي 75 جنيه. عيوني تتأمروا. بصوا الجمدان هنجيبها لكم بسعر ما نزلش في مصر. شايفين الترنج؟ شايفين الالوانات 11 لون، 11 لون 75 جنيه يا شناوي. ده مقاس 6 اهو، اصغر مقاس. ده مقاس 6، هفتح لكم اصغر مقاس عشان الشباب تيجي تلم بقى. هتيجوا تلموا دلوقتي، هتيجوا تلموا الحاجات دي الاول اللي على الارض. تعالوا لموها. بصوا ده اصغر مقاس اهو 75 جنيه. ايه ده يا شناوي؟ لا زهرة العمر دي. ايه ده يا شناوي؟ ترنجات بجيوب بطبعه بتبطين ب 75 جنيه. شعاراتها جميله بصراحه. شايفين العظمه؟ شايفين العظمه يا جدعان؟ لا والله، لا والله. لموا يا عيال، لموا لموا ده، لموا الترنجات دي. موجود كميه يا شناوي؟ موجود 1000 قطعه، موجود 1000 قطعه من الصنف ده. نيجي بقى العظمة اللي عليها الدور. ايوه عبايات قطيفة. تطريز، الوانات عظمة كده. ايوه شغل منزلش في مصر كده كده.
أيوة. واخدين بالكم؟ اقل سعر عربيه قطيفه سمعتوها بكام؟ 200 210 195 185. اللي يجيب لك الديب من ديل يقول لك ب 170 175. طب الشناوي بيقول لك ب 165 جنيه. لا لا، في غلط في السوق بيحصل، في غلط في السوق بيحصل. طب يا شناوي دي بيعه؟ لا، سعر جمله طبعا. تصنيع، تصنيع طول الموسم ب 165 جنيه. طب نتفرج على العبايه؟ نتفرج على العبايه، نتفرج على العبايه. يمكن ما تكونش حلو. بصوا العبايات يا شناوي، بصوا التطريز، بصوا الحته مقاس 1.3 اكس، مش 2 اكس، مش مقاس مضروب، مش مقاس بايظ. الشناوي بيقول لك الحته العظمه دي 165 جنيه يا شناوي، وتحت التصنيع 20 موديل، تحت التصنيع 20 موديل اهو. شايفين العظمه؟ اصحاب بتقول لك علقي خرزه زرق عليا، انما احنا عايزين عمل سوفلي. 165 جنيه سعر السنه اللي فاتت، وشغل السنه دي قسما بالله، شغل السنه دي، والشغل اهو، الشغل اهو. بصوا العظمه بقى، بصوا الالوانات، بصوا الشناوي عامل ايه في السوق. خد وبيع ب 190 زي ما المصانع بتبيع، 165 جنيه واكسب 30 جنيه، بيبيعوا ب 195 جنيه. 2 جنيه يا جدعان، احنا السنه دي نازلين حرق، محدش هيسلمك السعر ده لا في مصر ولا في جوه مصر ولا على كوكب الارض. في زحى. بصوا الالوان، بصوا العسلات ده بقى، بصوا الدرجات، 165 جنيه الشناوي بيبيع بيها القطيفه. اسالوا السوق كله بتبيع القطيفه بكام؟ بصوا الدرجه الزيتي لسه روعة. بدري يا ابو يا ملك، لسه بدري على اللايف. بصوا العظمه، الشناوي عامل عظمه. حنان بتقول لك الشغل وصل النهارده وكالعاده روعه ومقاس وخامه حبيبتي وسلام. ام احمد ضمنهم حبيبتي، ومش بس حبيبتي، ده احنا اختين كده يا واد. بصوا العظمه، بصوا الشناوي بيبيع لكم العبايه الاستقبال الجمله 3 قطع من موديل الواحد. بصوا التطريز عامل ازاي، بصوا الحته بتتكلم يا جدعان، انتوا شايفينها؟ انا لازم انزل لكم العبايات دي والله. بصوا سلامي زهره العمر، 165 جنيه الشناوي عامل قلبان، الشناوي عامل قلبان. لموا يا عيال، لموا الوانات زي ما تقول، قول لموا يا شباب، لموا لي كل عبايات دي. تيجي على العظمه اللي عليها الدور، الصور دي هتنزل لكم على التليجرام، عشان احنا لازم نخفي الاسماء بتاعت الناس بتوعنا. بصوا لان بيدور كتير. بصوا الجمدان ده بقى يا شناوي، بصوا الحته، يا لهوي هنقول ايه؟ يا لهوي على اللايف، 165 جنيه تلبس قد ايه؟ مقاساتها 85 كيلو 1 سايز، مقاس 3 اكس في السوق بس، مقاس 3 اكس في السوق اهو. بس مريم مقاسها 3 اكس في السوق 85 كيلو، 165 جنيه العبايه، وما قلناش نعرف نكبر المقاس على فكره، كفايه قوي علينا كده. 165 جنيه العبايه، تكلفه، تكلفه واقل من التكلفه، مفيش مصانع هتطلع لك السعر ده. صراحه اللون الاسود شايفين الحته؟ شيك، شايفين شيك. العظمه، شايفين الجمدان يا جدعان؟ عبايات كانها شايفين الجمدان استقبالة. يا جدعان؟ عبايات استقبال، شايفين الجمدان يا جدعان؟ 165 جنيه ضيع يا شناوي. مس رشا بتقول لك انت ابدعتي النهارده، ابدعتي ده ولسه هفاجئكم، هفاجئكم، سيبكم سيبكم، ده انا لسه داخله على التقيل. طب كفايه تفتح لام ويوسف هتعيط بكره. لا لازم يشوفوا الجمدان، احنا مش بنبيع حته ولا حتتين، احنا عندنا شغل وكميات. ما هو محدش بيجي يطوم عنا. بصوا الشياكه والعظمه، بصوا الجمدان يا جدعان، واللي مش هيشير مش هياخد العرض ده. الله ينور يا شناوي. ايوه مش هياخده حتى في الفاتوره بتاعته، حتى لو طلبها عادي يعني. يعني شير. بصوا بصوا الالوانات، بصوا الالوانات، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. نجيب على العظمه اللي عليها الدور، واللي يقول لك فيلم التطريز مليان اهو، التطريز المليان اهو. حاج احمد تسلم، ربنا يبارك فيك اهو. بصوا الجمدان 165 جنيه يا شناوي. ابو ملك هتركب أوه. من عبود فرسكور مباشر اهو، وتواصل معانا، هتركب مواصله دقيقتين بيدفع عندنا. شايفين المقاس عامل ازاي؟ مش بنضحك عليك، احنا بنديك اساس الشغلانه وانت الصرف. ايوه طول ما الشناوي فيها 165 جنيه مش هتسمع السعر ده عند اي حد فيك يا مصر، الا اذا كان بيخسر في العبايه. احنا بنخسر في العبايه.
شايفين العصا؟ ما بنكسب في العبايه. شايفين ده احنا محضر، انا محضره لكم مفاجآت. انا لو حلقتها كلها بص اكونت الدلوعه دي انا بتقول لك افتحي وانا لم معاك، محدش بيجي يلم معانا والله. بيضحكوا علينا، بيضحكوا علينا على اللايفات. بصوا بصوا التطريز الوان، بصوا جوده التطريز يا جماعه، بصوا الحته، بصوا الحته 165 جنيه. خد وبيع عندك ب 200 جنيه، خد وبيع ب 200 جنيه، خد وبيع. ما تقلقش يا اسراء، ما تقلقش، اتواصلي بس مع ام يوسف الصبح. بصوا الحته دي بقى، بصوا العظمه دي بقى، يا لهوي الحته دي فن مش عندنا. ده المحل ده، ده مشوار، ده نشر. بصوا الجمدان، ما رحتهاش انا قبل كده دي، مع اني لافف في المحل. بصوا الجمدان. يبقى اللايف ده لايف التشويق والاثاره ولا لا؟ لايف الخساره. لايف الخساره. بصوا. مش لايف التشويق والاثاره. بصوا النجوم، بصوا النجوم اللي بتطير في السماء. بصوا يا جدعان، بصوا الحته، بصوا التفاصيل، بصوا الحزامين ب 165 جنيه. لا تقول لي فيلم تطريز قصير ولا فيلم تطريز طويل، الشناوي بيتباع لكم ب 165 وطول الموسم العرض ده معايا اهو. بصوا بصوا النجوم دي وجمالها يا جماعه. بصوا الحته، خدوا وبيع ب 195 جنيه، بيعها قطاعي ب 195. الناس بتستلم القطيفه ب 195. الشناوي بقى اما يجيب لكم شويه شغل كده من تحت الارض. كل لايف احلى من اللي قبله. بنجيب شغلنا من تحت الارض. بصوا الجمدان، بصوا الالوانات، زهوه العبايه، بصوا زهوه العبايه القطيفه، يا لهوي الالوان بتتكلم، والله بتتكلم. بصوا يا لهوي عشياته، الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك يا شناوي. ده الفوشياته، بصوا الفوشيا، بصوا الاسود بقى او الكحلي، انهي اشيك؟ والله كلهم شيك. كنت هتفتحي؟ ما كفايه هفتح لكم الاسود، انا بحب الاسود في الالوان. الله ينور عليك يا شناوي، الله ينور عليك. كله يكتب في التعليقات ويشير اللايف واخبطني القلب واللايك. بصوا الجمدان 165 جنيه يا شناوي، ارخص سعر على الكوكب. لو هيخسر اي كان مصنع عبايه مش هيسلمك السعر ده، وانا اللي بقول لك لو بخساره مش هيسلمك السعر ده. وان حد يسلمك العبايه ب 165 هننزل ننزلها لكم اقل اللايف اللي بعده، هننزلها لكم اقل 10 جنيه. شناوي خلاص، شناوي اتهور، شناوي اتهور. 165 جنيه هيسلم، 165 بس. جنيه مجاهد، حاج مجاهد اهلا بيك، تواصل معانا على الواتساب. بص على الارقام بتاعتنا. بصوا بقى ده تحت امرك. بصوا بقى الحته دي، بصوا بقى الحته دي، اي والله زهره العمر. بصوا بقى الحته دي، يا لهوي اهي هشوف حتى شهنده بتقول لك حته واحده من الموديل كفايه عشان عايزين يكملوا بقى اللايف. ده لسه عرض البيجامه اللي ب 75 جنيه، جايبه لكم بيجامه حريمي ب 75 جنيه. في كده في مصر ولا بره مصر ولا على الكوكب النهارده؟ لا احنا النهارده كوكب زحل. زحل شايفين العظمه؟ زحل 165 جنيه يا شناوي. شهنده ده حاجه، دي موديلات، ادي بالك ده كده ثلاث موديلات. بصوا بقى الموديل اللي عليه الدور ده بقى، ده استرصات بقى. ايوه ده الموديل الرابع اهو، ده استرصات بقى يا شناوي. ايوه والله خمسه وخمسه وخمسه كمان، خمسه خمسه خمسه. احنا عايزين النهارده الخميس. والناس تعبانه ونفسيتها ما هيش سالكه. بصوا العظمه بقى، بصوا العظمه بقى، بصوا العظمه بقى، شايفين؟ وده شغل ترتر قلاب. سلامي سلامي زهره العمر. شايفين؟ اهو ترتر قلاب اهو. 165 جنيه يا شناوي، 165 جنيه، شايفين المقاس عامل ازاي؟ شايفين الحته؟ مش غاليه والله، والله ما هي غاليه، وهي ده فعلا ده ببلاش. بصوا الشحن، احنا ما تشغلش بالك في اي دوله احنا هنشحن لك، تواصل معانا وما تقلقش. بصوا الجيوب يا جدعان، بصوا الحته في اي مكان في العالم. بصوا الاستراس والترتر والحاجات الجامده دي 165 جنيه يا شناوي. مش والله يا ابو هيمه بتتباع ب 195، لا و 200 الارضق من دي وبنتين. كمان من قلب المصانع ب 200 بتتباع ب 200. بصوا الحته النبيتيه دي جامده، النبيتيه ولا الاسود؟ بصوا الاسود، الاسود الاسود اسود الاسود يا جماعه، سيد الالوان. ايوه والله 5 5 الساعه 5 الا 5 يوم الخميس. اه يا الله، بصوا العظمه، بصوا العظمه. شهنده بتقول لك عايز افتح لك مكان عندي في الاسماعيليه كده، ده العرض الثالث خلي بالك. بصوا
يعني احنا اتعرض علينا في اسكندريه، بص العظمه، وبورسعيد تقريبا، والاسماعيليه اهو، وفي الصعيد، وفي سوهاج اهو. ليه بس يا هبه متضايقه ليه؟ شايفين العظمه؟ 165 جنيه شناوي. تعالوا يا عيال لموا كده بس عشان حاجه ما تتبهدلش. لموا الشغل ده، لموا المفتح ده. يلموا ايه هما؟ العيال اتدمرت، العيال اتدمرت. نيجي بقى على العظمه اللي عليها الدور. الشناوي، السلوبيتا البقره. السلوبيتا البقره احنا وراكم وريناكم فيها مقاس. محمود حسن متاح شحن لاي مكان، اي مكان. ده المقاس الامهات، ده المقاس اللي يلبس 85 كيلو. ده ابو 150 جنيه. ورده عايزانا نروح نفتح في المنوفيه. لا لا لا. المنايفة يزعلوا مننا. بص العظمه. انا المقاس الامهات. وناس عايزيننا نروح نفتح في الزقازيق. مش هنفتح. لا. هفكر لكم في الموضوع ده. مش هنفتح في اي حته. الشناوي في دمياط. الشناوي في قلب دمياط. متمسكين ببلدنا وارضنا لاخر نفس. بصوا الجمدان اهو. لا والله هبه انا مش انا اللي ماسك الصفحه. 150 المقاس الكبير. 150 المقاس الكبير الحريمي. نيجي بقى للمقاس الاصغر. نيجي بقى للمقاس الاصغر. القصه الجديده اهي. القصه الجديده المقاس. نورنا يا ام زياد المنيا فيها فلوس كتير. اهو. بصوا المقاس الاصغر اهو. العرايس بقى. العرايس. والله يا ابو ملك اتعرض علينا القاهره بس. تخيلوا دي بكام؟ ربنا يسهل. 125 جنيه. طب دي بتنزل بكام يا شناوي المقاس ده؟ بينزل ب 170 جنيه. عندي شناوي بكام؟ 125 جنيه. ال 170؟ ولع يا شناوي. طب كنا نزلناها. ولع يا شناوي. يبقى معانا مقاسين، مقاس كبير امهات والمقاس ده. شوفي بقى الشعار بتاع زهرة العمر. طول ما الاسد في الغابة الشناوي بتاع الغلابة. انا ماسكك انت الصبح. البنت دي رهيبة. البنت دي رهيبة. شايفين القرنين؟ شايفين القرنين والجمدان؟ مقاس عرايس اللي هو 50 تسلمي يا ام التوأم. تسلمي. 70 كيلو. من 50 ل 70 كيلو. ولميس ربنا يبارك فيكي. 125 جنيه يا شناوي. ضيع المقاس العرايس 125 جنيه. مش هتلاقي السعر ده في دولار في سلوبيتا ترند في مصر. اهو يا جدعان. اهو يا جدعان. ده المقاس الصغير. وعندنا المقاس الكبير بقى الوانات. وطبعا اللون الرمادي الجديد. الناس عايزانا نروح نفتح في طنطا. احنا مش هنفتح في اي مكان في دمياط. متمسكين. ده المقاس الكبير. دمياط اخر حاجه في الجمهوريه كلها. اهو بصوا الواناتك يا شناوي. نيجي بقى على العظمه اللي عليها الدور. تعالى لي هنا بقى. ايوه. تعالى لي هنا بقى. ايوه. مفيش سلوبيت اكبر من 100؟ اكبر من ده. بيجامات واحده واحده. ربنا ييسر الحال. 70 جنيه يا شناوي. الناس بتسال السلوبيت اللي ب 65 جت ولا لسه؟ انهي؟ الاطفال تحت التصنيع اللي موجود. السحابه هنوريكم السحابه دلوقتي. هنوريكم احنا تخصص السلوبيتات يا جماعه. بنصنع كل السلوبيتات شغل الشناوي، مكن الشناوي. بصوا الجمدان. بيجامه حريمي ب 75 جنيه شناوي. لا الموضوع كبير. نفتح خليكي معانا يا امان لاخر اللايف. شير نتفرج. بصوا شير. بكام دي بقى؟ 75 جنيه بطانه من جوه. 75 جنيه عليها طبعه كده. بصوا المقاس. بصوا المقاس. خامه ميلتون لكرا. بصوا انا خامات فنكوش يا جماعه. خامات. بصوا بتقول عايزه البقره الست سنين بطانيه. سلوبيتا البقره الست سنين تحت التصنيع. تحت التصنيع فوق الممتاز. التقفيل فوق الممتاز. الناس بتسال على المكان. هات ورقه العنوان. بصوا الجمدان يا جدعان. الناس بتسال على المكان بتاعنا. هنجيب لكم العنوان حالا. والبنطلون فايبر مكسر من جوه. بصوا المقاس. 100. تلبس ل 90 كيلو. تلبس ل 90 كيلو. 75 جنيه. 75 جنيه يا جدعان. شايفين العظمه؟ ام عبودي بتقول لك ربنا يبارك لك يا شيخ. شايفين العظمه؟ شايفين الشغل؟ سلام يا ربنا يبارك فيك. شايفين الشغل؟ الخامة ايه؟ الخامة بشهادة ضمان. خامة ايه؟ الخامة ميلتون يا جماعة مبطنة. ميلتون لكرا. خامة جديدة. خامة جديدة. بصوا اهي بطانية من جوه فيها لكرا عالية. تلبس ل 90 كيلو. تلبس أي مقاس. الجميل بقى اللي أنا مجرباها غسيل ولبس. يعني خدم وبشهادة ضمان من الشناوي. والله غسيل ولبس وبتدفي. بصوا بقى الحتة الثانية دي. الألوان. بصوا الألوانات بقى. الألوان. بصوا الألوان. لا دي الرسمة الثانية. رسمة الشانيل. بصوا دي رسمة الشانيل أهي. دي
في رسمه الدبدوب الباندا في ثلاث رسمات، في ثلاث رسمات هوريها لكم كده. الوانات كتير، الوانات كتير، حته رهيبه، حته رهيبه. بصوا بصوا البيجامه، بصوا البيجامه وجمالها، بطانيه من جوه، كل الشغل عليه بضاعه كده. شاهين ده حفظت العنوان. شايفين العظمه؟ شايفين؟ شايفين التبطين؟ المقاس بكام يا شناوي؟ 75 جنيه. بيقول لك افتحوا الدبدوب. 75 جنيه، بصوا هنفتح لكم الدباديب كلها. 75 جنيه يا شناوي. متخيلين؟ ده تحت امرك يا استاذ مجاهد. تواصل معانا بس على الواتساب. متخيلين العظمه دي ب 75 جنيه؟ خد وبيع ب 100 جنيه، والخامه بشهاده ضمان من الشناوي. سلام يا زهرة العمر. الدبدوب بقى عشان هبة احمد طالبه الدبدوب اهي. كل الرسومات دي هتنزل لكم، مقاس خاص، المقاس لبس ال 90 و 100 كيلو يا جماعه واكتر. الوانات كتير، شرفنا في المكان. الوانات كتير جدا. بصوا اكتر شير، اكتر شير يا هبه احمد هتكسبي. شيري معايا وهكسبك. بصوا البيجامات، بصوا الشغل ابو بلاش، بصوا البطانيه، بصوا التلبيس. شايفين يا جدعان؟ شايفين المقاسات؟ وليه اسوره من تحت؟ بيجامه، بيجامه يا شناوي ب 75 جنيه، خامه مش موجوده في السوق اهو. اهو يا شناوي، الله ينور. احنا جبنا الشغل ده اخر الموسم الشتاء اللي فات، الخامه دي. انا خدت منها حته والله العظيم، وصفرت الباقي، هم عارفين راحوا فين. الباقي صفرهم، كانوا 1500 قطعه. الخامه دي اما انا لبستها، انا صنعتها السنه دي. وعليا غاليه وسلمتها بسعر السنه اللي فاتت. قسما بالله الخامه دي احنا منزلينها بسعر السنه اللي فاتت، هي سافرت كان عليها رسومات برضو. الخامه دي منزلينها بسعر السنه اللي فاتت 75 جنيه، ده سعر السنه اللي فاتت، ومصنعينه على الخامات الجديده ومنزلينه تكلفه. ما حدش هينزل لك السعر ده على الخامه دي في مصر. انتوا متخيلين يا جماعه؟ لما القطيفه تغلى لازم ندور على بدايل، لازم ندور لكم على سعر وتقفيل وخامه وجوده. والخامه دي قسما بالله اللي هياخدها هيطلب منها بدل المره 100 مره. شايفين يا جماعه الحته؟ تقفيلها فوق الممتاز. الخامه بطانيه بتدفي في عز الشتاء كده، هتلاقيها مدفياك عن القطيفه كمان. بصوا الحته، الواناتها روعه، الواناتها روعه. انتوا متخيلين يا جماعه؟ 100 لون. بصوا 100 لون. الناس اللي طالبه الالوان اهي. 100 لون. بصوا اللون. بصوا الواناتها كتير، ما تعدش ما تعدش. كل انا اتواصل معاك يا هبه احمد، انا اتواصل معاك. ثلاث رسمات، شانل ودبدوب ولا اله الا الله، الشانل والدبدوب والله. ثلاث رسمات. بصوا الجمدان، طب موجود كميه شناوي، موجود الافات جبل موجود يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، احنا مدخلين كميات. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الكميات اللي احنا مدخلينها. بسم الله ما شاء الله على الكميات اللي احنا مدخلينها. بصوا الرسمات، ادي رسمه، ادي الثانيه، ادي الثالثه، اهو اهو يا جماعه. ثلاث رسمات. الناس بتسال على العنوان. 11 لون. الناس اللي بتسال على العنوان، عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي يا جدعان. دي الارقام بتاعتنا، تواصلوا معانا على الواتساب يا جماعه. قبل نفاذ الكميات، الحق قبل نفاذ الكميات. انخلص الشغل، انا مش مسؤوله عن الشغل. دفعات الاطفال الصف وصلت بكل مقاساتها، لسه اوريكم برضو تكرار للبولارات اللي وصلت. ده اصغر مقاس لحد 12 سنه، ده اصغر مقاس في الصوف يا جماعه. مكه هينزل الشغل على التليجرام بعد اللايف على طول ان شاء الله. كل الشغل هينزل على التليجرام بعد اللايف، كل الشغل هينزل على التليجرام بعد اللايف. معانا البيجامه القطيفه 165 جنيه. سلامي راوي عبد الحكم. لسه اوريكم نقاشات البنطلون الجديده. زهره العمر مكمله معانا. شايفين؟ شايفين العظمه؟ لسه في شغل كتير هوريه لكم. شايفين؟ 165 جنيه القطيفه يا جدعان. الدفاع الرجالي الصوف، الدفاع الرجالي. احلى دعوه والله يا زهره العمر، احلى دعوه. شايفين العظمه؟ احنا الموسم ده نازلين لكم السوق حرق، والحمد لله بفضل الله بنفرش كل يوم، والحمد لله بفضل الله ما بيقعدش عندنا شغل. يبقى نقول الحمد لله اللي احنا شغالين شغل ترندات، شغالين شغل ما بنقفش، والناس اللي معانا شغاله. معنى كلمة اللي احنا بنشغل الناس اللي معانا، ان الحمد جملة لله كل لايف الناس معانا شغالة بفضل الله. بصوا الدفاية الرجالي اللي ب 75 جنيه،
شايفين العظمة؟ 75 جنيه يا جدعان. ثلاث مقاسات، ثلاث مقاسات. العظمة دي 155 جنيه، 155 جنيه. بصوا مقاس خاص يا جماعة، مقاس 90 كيلو اهو. شايفين؟ أهم حاجة القرنين دول، أهم حاجة. روع الموديل ده ومكسر الدنيا معانا. ده تكرار. نورينا طبعًا. ده تكرار. جملة نفس التمن طبعا. الغزالة الرايقة لو قطعي بيزيد بس حاجات بسيطة مش كتير. الغزالة الرايقة بصوا الجمدان، تقلقيش نورينا ونعمل لك الخصم اللي انت عاوزاه بقى. بصوا الجمدان يا جدعان. أم زياد رحت فين وسبتينا؟ بصوا الجمدان يا جدعان. بصوا الخامة بتاعتنا عاملة ازاي. بصوا الخامة الغزال، بصوا الخامة، بصوا التقفيل، تطريزة اتنين تلاتة. بصوا الشط، الحتة دمار، الحتة دمار، ومقاس محترم، ومقاس محترم. بصوا اهو دي بقى العظمة اللي عليها الدور. يا رب يا رب يا ام احمد يا رب. احنا والله مش عايزين غير ان الناس تدعي لنا ان احنا نكملها على خير. الالوان الجديدة، الالوان الجديدة يا جماعة وصلت. من العبايات الكف خلصت يا ساجدة، بس هتتصنع تحت التصنيع لايف الخميس الجاي. عبايات الكف تحت التصنيع. انا بصراحه ترند عبايه الكف، ظبطت الدنيا بصراحه، الناس مبسوطه منها. الشناوي دايما ترند، الشناوي دايما على حق. هنشحنها لك، المعامله سهله يعني. بصوا البيجامه دي كل الناس طلبتها، زهره طول عمرها. هنشحن لك الهديه بتاعتك ما تقلقيش. 45 جنيه يا جماعه. شايفين؟ لا يا ام زياد انت المفروض لازم تشحن التليفون وانت شغاله معانا. شايفين البولارات؟ شايفين البولارات؟ اسلام ام احمد ده منهور. شايفين البولارات وجمالها؟ وصلت بالالوان الجديده، اللون الزهري ده وصل روعه روعه روعه. ايوه انا عارف اللي انت معانا من اول اللايف طبعا. لا ما شاء الله، واللون الروعه ده وصل. شايفين الالوان الجديده؟ الناس بتسال على العنوان بتاعنا. شايفين الالوان الجديده 145 جنيه. عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار اولاد الشناوي. الحق قبل نفاذ الكميات، وعشان خاطر محدش يرن عليا الساعه 2 ولا 3 ولا الصبح الساعة 6 يا جماعة. ابعتوا لنا واتس بنرد، أنا بفضل أرد لحد الساعة 3 الفجر، بنرد عليكم حتى لو اتأخرنا بنرد. بس هبة أحمد هنتواصل معاكي. حاضر. إيه الناس بتسأل في أطفال أقل من 100 جنيه؟ طبعًا. أمال إحنا في أول لايف كنا بنبيع إيه؟ ترمس؟ قولي أول لايف. قولي خليكي بقى معانا. ترنج ب 75 جنيه يا جدعان، ترنج ب 75 جنيه، سلوبيتا ب 65 جنيه. عامل لكم ايه؟ ارقام الواتساب هي الارقام اللي موجوده اللي بتتعرض دي يا جماعه. للارقام بتاعتنا خدوا الارقام سكرين شوت وتواصل معانا على الواتساب. دي الارقام بتاعتنا تمام. متاح خدمه توصيل لاي مكان، ولكن بنشحن جمله. القطه مدايه، القطه المقطقطه الترند بتاعنا، القطه المقطقطه 165 جنيه. يا سيد مساكن طبعا. ام رهف في شحن الجيزه، وجمال السحابة وقصة السحابة. ناس بتسأل على الدفايات اللي ب 15 جنيه، كان في دفايات خلصت؟ اه طبعا كانت موجودة خلصت. كل سنة وانتم طيبين. رقم انا؟ لا انا رقمي طبعا رقم خاص يعني، بس تواصلي يا زهرة العمر وتواصلي بس معاهم وهم يكلموك. السحابة وجمدانها، السحابة وجمدانها، البولر الروعة ده، الحتة مفتوحة اهي. ايوه ما انا عارف يا امان اللي انت معايا على فكره والله. انت لاقيش متابعك. بصوا العظمه، شايفين يا جدعان؟ لسه سايبه لكم عرض حلو قوي. لسه هوريكم اشكال البناطيل الجديده. عملت شويه بناطيل عنب لوز اللون. اه والله. ودفايه روعه، دفايه الشناوي. بصوا المقاس محترم محترم. لرواق البولر والفرد. تسلم، ربنا يبارك فيك. الدلوعه دي انا البولر والفرد. البولر ب 165 والفرو ب 135. بصوا الترنج الروعه ده، بصوا الترنج العظمه ده، حته مفتوحه اهي. السلام يا ربنا يبارك فيك. يوسف سامح، عليكم السلام. موجود كل حاجه. شير يا امان، موجود شير كل حاجه. شير بقى معانا. بصوا العظمه شير، وزهره العمر شير. ام زياد فين؟ كندا بتقول لك عايزين مقاسات تعدي ال 100. اه تمام، تعدي ال 100 يا جماعه.
تحت التصنيع، مش هبعت لكم صور دلوقتي، هبعتها لكم في اللايف الجاي ان شاء الله يوم الاثنين. الا لم يحصل لي اي ظرف هيبقى يوم الاثنين. تابعوا معايا يا جماعه التليجرام، هنزل لكم مواعيد اللايفات ان شاء الله. داخل قصه حلوه قوي، حلوه قوي، موت ان شاء الله. الناس كلها مبسوطه من الشغل اهو يا جماعه. بصوا العظمه دي يا جدعان. إيه بيقول لك ممكن تفتحوا الروب؟ في روب هنا. اه انا كنت ماسكه افتحه، لسه هفتح. حاضر. بصوا بصوا القطيفه دي 165 جنيه، انتوا متخيلين الفراشه دي؟ يوسف اه طبعا بشحن في اي مكان. شايفين العظمه؟ مش الواد ده، مش الواد ده، بيجامه الاربع قطع. الدفايه. الدفايه بصوا الواناتها، الدفايه النجوم. بصوا شير وزهره العمر شير. اللون الرمادي حلو قوي. مو زياد معانا شير. اللون الرمادي حلو قوي قوي قوي. لعبها الكف بس الاسبوع الجاي بقى يا مو زياد، هي الطبيعي جايه تلبس فعلا ال 100 كيلو، بس هي الاسبوع الجاي ان شاء الله. مقاسها محترم، مقاسها محترم. بصوا الدفايه. الناس بتسال على العنوان بتاعنا. عنواننا دمياط الروضة شارع الحصار مصنع اولاد الشناوي، دي ارقام الواتساب بتاعتنا، اي حد محتاج اي اوردر يتواصل معانا ياخد سكرين شوت ويبعت الكمية بتاعته. اه والله العظيم ريقي نشف، عايزة مية، هاتولي مية. جملة طبعا يا ام محمد، ماليش دعوة انا بالاطفال. ايمي بتقول لك افتحي الاربع قطع. يا لهوي ايه يا ايمي؟ انا تعبت تفتيح. طب هتلاقيه موجود في اللايف. اللايف اللي قبل ده فتحناه. اه. احنا فتحنا اللايف اللي قبل ده. دفايات الاطفال 30 35 40، بصوا روعه دي ترند معانا يا جماعه ببلاش. استاذ عطيه بيمسي عليكي. ببلاش. ما شاء الله تبارك الله. مسا مسا على الناس الكويسه. منورين لنا في قلب اللايف. لا وعرض اللايف ده لا هيعجبه، اخر عرض. عرض الدفايات ترند بتاعت السنه اللي فاتت، عاملاها تصنيع. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكوا عرض دفايه روعه. اه طبعا شيار يا امان، شيار شيار. ترنجات اولاد الغطس فين؟ كنت قايله ان هي هتبقى موجوده اللايف ده. في التصنيع لسه. ان شاء الله في وقت الحد بعوني. لا استنى. حد ولا الاثنين؟ حد او اثنين، هديكوا الميعاد. اللي جاي رجالي. ايوه ايوه كده بقى. اللي جاي رجالي. أيوة ترنج رجالي خلص. ايوه كده بقى. ترنج رجالي خلص. ايوه انا معمول لي ثلاث عينات تقريبا. أوه اه ترنج رجالي خلص. انا ايوه. والاطفال هيبقى يوم الخميس. ايوه كده كده بقى الشغل كده يبقى حلو. شفتوا حد في مصر بينزل لكم لايفات كل يومين لايف؟ ده انا بتهيألي زهقتكم. اللي الاونلاين، الاونلاين بياخد بره من المكان اللي بره، ما بشحنش او بيجي ياخد من عندنا، ما فيش عندنا. الدفايات اللي بادئه من 25 جنيه. اصغر مقاس ب 25 جنيه، شايفين الدفايه عامله ازاي؟ شايفين؟ الناس بتسال على الشراويل الغطس لسه موجوده؟ ياه خلصناها. خلصناها يا ايمي. والله سافرت. سافرت يا ايمي بقى، سافرت. هتقعد من بره بقى. اخر كميه سافرت. الدفايات وجمالها ترند معانا بسم الله ما شاء الله. الدفايات دي هنعمل لك تاني، هنعمل لك تاني. اه الدفايات دي ترند لا بنعمل الترند. مرسى بتقول لك مش هتتنازل على الخروجي، عايزه لبس خروجي من عندنا. انا والله بقترح الموضوع ده مرسى، بس هي مش موافقه بصراحه. بس انا اقترحته يعني. يا جماعه الخروج متعب. مش عارفه. شايفين؟ شايفين العظمه؟ ده ولادي. شايفين العظمه؟ اسعار بادئه من 25 جنيه، بادئه من 25 جنيه. بصوا الترنج الدمار الشامل ده بقى. بصوا الترنج الدمار الشامل ده بقى. ما هو الاونلاين اصل اختيار لون واختيار مقاس واختيار مش عارف ايه، فما فيش حد فاضي. ما بنخرجش اونلاين خالص. الفلامينكو، الفلامينكو اللي مكسره الدنيا. الفلامينكو دي جميله. الفلامينكو احنا كنا فتحنا له باللون ده صح؟ اه الاصفر. الاصفر؟ فتح لهم الاصفر. بصوا يا فلامينكو يا شناوي. الفلامينكو دي حته روعه. ثلاث قطع بصوا. ناس كتير سالت على الدخلي. مش ناوي تجيب لك صفقه كده ولا حاجه نحرق بقى السوق وما نش نشتغل فيه؟ انا هشغل لكم لاين كامل، مكان كامل للدخلي، بس هيبقى على الصيف. انا لسه بجهز. يعني الدخلي ده ان شاء الله من موسم الصيف الجاي هبيع لكم الدخلي ب 5 جنيه، انتاج متواصل. عشان الشتوي تقيل كل الورش عندي، ما ينفعش اخليها تشتغل صيفي. سنتين يا امان. ما ينفعش اخليها تشتغل صيفي. الدخلي بعون الله لاين كامل بس على الموسم الجديد. على الموسم الصيف ان شاء الله. اللي معانا بقى
الجمله ثلاث قطع من الموديل الواحد العظمة؟ اشحن دستتين. شايفين الفلامينكو يا جماعه؟ يعني 8 موديلات. شايفين الفلامينكو يا جماعه؟ ده الشحن اللي انا بشحنه. شايفين البوت؟ البوت ابن الناس ده. شايفين حته زي دي 165 جنيه، حته زي دي ب 165 جنيه، عبايه لطيفه. ترنج النايك الدفايه اللي ب 65 جنيه اهي. خمسة تقاب ببيهات موجود ببيهات. الفايبر المكسر بصوا. في هدوم مواليد بناتي وولادي. في سلوبتات. سلوبتات. سلوبتات خمسة تقاب. الفايبر المكسر اهو. دودي. شايفين العظمة؟ شايفين المقاسات؟ دلوعة دي. بيقولوا عليها جامبو لامي. بس انا بقولش عليها جامبو لان في اكبر منها. شايفين دي بتعالى عليها جامبو بس في اكبر منها. 65 جنيه شناوي عرضه طول السنة معانا. 65 جنيه كل نقشاتها. كل نقشاتها موجود. نيجي بقى للجنب ده بقى. لسه؟ امال ايه؟ لسه الجنب ده؟ امال ايه يا جدعان؟ ماشي. امال ايه يا جدعان؟ البيجامه الفقره 165 جنيه، عرض ال 50 جنيه، الحق. ايوه ينفع طبعا. وصل معانا. عرض ال 50 جنيه يا جدعان اهو. ما عادش باين الا دستتين تقريبا او حاجه زي كده. دستتين ثلاثه الحق قبل ما تبقى الكميات. يا احمد. هو نعلم الواد راح فين؟ بصوا. شايفين السلوبيتا شناوي، السلوبيتا ب 65 جنيه بكل الوانها، السلوبيتا السحابه بالقرنين 65 جنيه. اسراء ام يوسف اتنفخت معانا. 65 جنيه. احنا بيني وبينك واخدين عقد احتكار يعني. البادي، البادي اللي ب 45 جنيه، البادي الطويل اللي ب 45 جنيه، اللوكس بتاعنا اللي ب 75 جنيه ده اللوكس. اهو. اهو يا جدعان. ده خامه خالص. شايفين اسراء؟ اسراء بتقول لك خدت العرض اللي ب 50 ومبسوطه منه جدا. الحمد لله. اقسم بالله الحاجات دي بتنزل اغلى 20 و30 جنيه. الناس اللي بتسال على العنوان بتاعنا، عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار مصنع اولاد الشناوي. ده ارقامنا للتواصل واتساب. دفايتنا الجامبو يا شناوي. ده عرض الاستاذ عطيه. ايوه الله ينور عليكم. ده عرض الاستاذ عطيه. فاكرين دفايه التايجر رسمه السنه اللي فاتت صبغناها. صبغناها يا جدعان اهو. بصوا كام لون. بصوا نفس الوان السنه اللي فاتت. نفس الوان السنه اللي فاتت. بصوا اهو ساره هنحاول نكرر. الشناوي. الشناوي ومقاس محترم. مقاس شاب. ربنا يبارك فيك. دخل بيبيهات. لا بصوا. لا الحته ما قلناش عارفين هنعمل ايه ولا ايه ولا ايه. والله يسرى عنواننا دمياط الروضه شارع الحصار مصنع اولاد الشناوي. بصوا التايجر وجماله نقشت السنه اللي فاتت. لا تكرار. مش تبعتي واتساب أهل. دلوقتي طبعا محدش هيرد. احنا اساسا هنا اهي يا جدعان. ده الترند بتاع السنه اللي فاتت معانا اهي. اهي صبغناها وهنشتغلها. المقاس اللي ب 49 والمقاس الروعه ده يا جماعه خامه تحفه. الخامه تحفة. الناس عايزه الورقه تاني عشان تصوروها يا جماعه. خدوها سكرين بعد اذنكم. تمام كده. يلا عرض بقى الاستاذ عطيه اهو. شايفين العظمه دي؟ شايفين؟ طب هننزلها بكام يا شنان؟ ايوه هننزلها بكام عشان يطلب عرض العظمه دي عطية. بكام؟ 62 ونص مش هقول 65 تكلفه. شايفين؟ شايفين؟ 62 ونص. وتعالى بص اهو. اهو المقاس اهو ما مطتش لسه. ما مطتش لسه. بصوا المطموسه يا جماعه. بصوا التلبيس بتاعها تحفه. لا 45 كيلو اللي نعملها مقاسها. ده احنا بنعمل 100. ده الناس طالبه فوق ال 100. شايفين يا جماعه؟ اهي اللي كانت عايزه فوق ال 100 اهي. شايفين المقاس؟ جملة 62 طبعا ونص. نور الحق جملة 62 ونص. والالوان تهبل. الالوان تهبل. شناوي هو اللي عامل لكم القماش اهو. اهو يا جدعان. بصوا بقى الجمدان بقى. نيجي بقى العرض اللي عليه الدور. البناطيل. البناطيل كام البنطلون؟ اهو بصوا. بصوا البناطيل الرشمة دي تحفة. 32 ونص. بنباع ترمس. احنا أيوة. بنباع ترمس. ايوه كندا. ها ما سافه هي تعدي ال 100 من بدا. بصوا
الزرقاء اشحن لك اوردر، اشحن لك عادي ببلصها مع شركه ايرجنت بتجي لك. 32 ونص البنطلون دي نقشه، تمام؟ دي نقشه الشاميل بالواناتها، بيجي كل سته في كيس وكله بنطلون. لا يا مزياد ما عادش الكلام ده قد كده يعني. النقشه الثانيه التايجر الشتوي اللي كانت مكسره الدنيا معانا في الصيفي اهو، لعشاق التايجرات. لعشاق التايجرات يعني قصه تايجر وقصه بنطلون. 32 ونص اهو، طلبت رسمه بنطلون جبت لكم 3 رسومات. روعه. بصوا وخامه تحفه ثقيله بطانه. بصوا كل البناطيل باساور من تحت مش باستك، كلها عاملينها اساور اهو، شايفين؟ تيجي بقى للرسمه اللي عليها الدور. البقره همسه عتاب، هنرد على الواتساب لما نبقى نخلص. رسمه البقره اهي النهارده بالليل، هنرد شويه وبكره شويه. ما رسمه البقره اهي يا جدعان، التايجر مسيطر طبعا اهو. تسلم يا ام عبودي، ربنا يبارك فيك. رسمه البقره اهي، ايوه بقت رسمه بقره وتايجر والرسمه الدوائيه. بصوا المقاس، البناطيل بيطلع 6 على بعض، 6 مفيش تلاتات، 6 على بعض. بصوا تقفيل الحته، بصوا الخامه وتلبيسها يا جماعه، حاجه كده تشرب، حاجه إيه تشرب. ما حدش رد اللي ب 50 ولسه ما جاش اهو. ماشي يا ساره، لسه أهو. لسه ما جاش، تابعي معانا اللايف وشوفي لو ينفع معاكي اي عرض من العروض دي اتواصلي معانا. الترند بتاعنا بفضل الله ثاني قصه من الترند بتاعنا بفضل الله، جملة مشكل ثاني قصه من الترند بتاعنا. بصوا كندا بتقول لك انفخ البنطلون ده امهات، انفخ البنطلون ده امهات يا جماعه. الجمله مشكل ثلاث قطع من الموديل، دستتين اقل حاجه 24 قطعه شحن. شايفين الترند ده؟ ده الترند بتاعنا يا جماعه. اهو مقاس ل 100 كيلو اهو، مقاس ل 100 كيلو. شايفين النقشات بتاعته؟ تجنن تهبل نقشاته تهبل. لا يا يارا، هو 6 من شكل واحد على طول هيطلع مره واحده. بصوا الجمدان يا جدعان عشان ما نفتحش الشغل جاي متقفل مع بعضه، عشان الدنيا ما تتبهدلش. بس الحته التقريزه ده كل الشغل هينزل بالصوره على التليجرام ان شاء الله. دي بنفس رسمه البنطلون والفيونكه، كل تقريزه بنفس رسمه البنطلون والفيونكه. بصوا العظمه اللي الشناوي عاملها، بصوا الفن، بصوا الفن، بصوا التطريزه اهي بنفس الحته اللي في الزنط بنفس نقشه البنطلون. الترند بتاعنا يا جدعان، ويلبس ل 100 كيلو. الترند بتاعنا اهو اهو، بفضل الله بفضل الله اهو. شايفين روعه. ال 80 ده الديزني قصدك الاولادي والبناتي؟ الديزني في الشحن هيوصل ان شاء الله بكره اهو اهو. جبت لكم مخزن كامل ديزني وهتبقى اخر صفقه ديزني. شطبنا المخزن، جبناه بوابه وحياه ربنا. اقسم بالله جبنا بوابه، يعني كان مخزن استيراد كبير، اخر دفعه ديزني هتبقى اللايف الجاي، يعني يا تلحق يا ما تلحقش، بعد كده ما عادش تطلب مني ديزني. وسعر قديم زي ما انتم عارفين، زي ما انكم سمعتوا الاسعار بتتباع ازاي. ما شاء الله. جبنا ابواب المخزن، لسه صفقه واحده ديزني اللي جايه، بعد كده ولا كمان الشغل ده دخل مكانه. احنا دخلناه ولعنا فيه وحرقناه، وشوفوا بقى السوق بيتباع ازاي. بصوا دي امهاتها يا جماعه. محمد وانس عنوانا شارع الحصار في الروضه. اولاد الشناوي ازاي في الروضه اساسا وما انتش عارفه انت؟ شايفين العظمه يا جدعان؟ الروضه كلها من ورايا السيره اللي احنا بقى. شايفين العظمه يا جدعان؟ التعب النفسي. شايفين الجمدان؟ روعه روعه روعه. الدبدوب، الباندا، الباندا، بصوا الشغل، بصوا اللوكسيات يا جدعان. شناوي خاربها الموسم ده. قطعة 12 دستة طبعا خاربها الموسم ده. الشغل الوان كتير. بصوا المقاس عامل ازاي يا جماعه؟ بينزل على التليجرام كل الكلام ده. بصوا المقاس، الباندا الكبيره والبانده الصغيره واللي ما خدش من الترنج ده. بصوا الجمدان، روعه روعه. الاسعار ايه؟ احنا مش قايلين. العربيه دي دخلت والصور مع ناس معينه، بس مش هنعرض اللايف ده، هنأجله اللايف الجاي. الاسعار دي مش احنا قايلينها وموجوده على التليجرام؟ 165 يا مريم، والاسعار دي موجوده على التليجرام. ابو شنطه ده 165 يا جدعان. شايفين الحته؟ والله يا ام زياد ضغط رهيب اهو. الشغل فن، مش عنا الناس اساسا اللي معانا ما عادوش مستحملين الشغل. شايفين العظمه؟ شايفين النقشات دي بقى؟ طيجره اهي، الطيجره اهي. بصوا كل نقشات الدفايه موجوده يا جماعه اهو.
لا يا هبه، واحده واحده كده، واحده 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 واحده، عشان الدنيا ما تتبهدلش عندي. بصوا الجمدان، بصوا الدفايات وجمالها، بصوا الطيجرات وجمالها. والله يا ام يوسف بتقول الكفاح حرام. اهو مقدرتش هفتح. انا اسفه، انا فتحت المكان فعلا والله، بس لازم الناس تشوف الفن، لازم الناس تشوف يعني ايه. فاحنا احنا بنقول اسعارنا على فكره في يعني ايه الموديلات، مفيش حاجه عندي اسمها خاص، كله على العام، الاسعار بنقولها في وشكم. اهو شايفين العظمه، ياد القطاي في قلب المكان، شرفنا في المكان، وخد القطاي اللي انت عاوزه في المعرض اللي موجود ده بقى الامهات يا جماعه، ده المقاس، انما دي اسعار الجمله، اسعار الجمله والكميات. اللايف ده كله حرق، مفيش حاجه، مفيش واحد يدخل يقول لي خصم الكميه كام، والله العظيم هتخانق معاك. انا بقول لكم محدش يدخل يقول لي انا عايز خصم، اللايف ده نازلينه مولعين في الدنيا. محدش يقول لي خصم الكميه كام. اهو جايين دغري مع الناس، جايين دغري، شايفين؟ شايفين بقى المقاس الخاص اللي بجد بقى؟ همسة عتاب، نهتم بالاطفال واحنا ما عندناش الا الاطفال اساسا. شايفين المقاس عامل ازاي؟ ده الخاص يا جماعه، ده الخاص عندنا، لبس 120 كيلو. اهلا بيكي حنان عادل من اسيوط، اه طبعا في شحن اسيوط طبعا. شوفوا التبتوب الجميل ده، شايفين المقاس يا جماعه؟ شايفين المقاسات عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين المقاسات عامله ازاي؟ بنبيع حلويات، حلويات ايه بقى؟ لا بنبيع ممنوعات. أيوة. ممنوعات، ايوه صح يا واد، ممنوعات. شكلنا هنتسجن. ممنوعات في الملابس، ايوه عشان نحكم الجمله شويه. ايوه شايفين، قال لي كميه شحن دستتين ربع دسته من الموديل الواحد. شغل اللوكس ببلاش 150 جنيه يا جدعان، بجامتنا. لا الاونلاين هياخد بزياده تقريبا 5 جنيه بس، بجامتنا، بجامت الشناوي، بجامت الشناوي. لا احنا ما بنشحنش اونلاين، لا هو يجي ياخد من المكان. اه احنا ما بنشحنش اونلاين عشان الناس تبقى فاهمه. بصوا بصوا الحته القصات الجامده طحن دي، بصوا شناوي، شناوي يا جدعان، شناوي الاساس. شايفين ده اسمه الخطر؟ اه والله شايفين العظمه، خطر الفرو دي 145 جنيه، 145 جنيه. شايفين الحته دي الدبدوبه الروعة دي، ما تشغلش احنا خلاص بقى كفاية كده. بصوا العظمة دي، بصوا العظمة دي، بصوا العظمة دي، اهي. لا في شحن دكرنس، انما ما فيش فرع في دكرنس، احنا في دمياط وبس، عشان نبقى دمياط، حلويات وملابس ونقفل على كده. عباياتنا النضيفة العالية اللي تطريزاتها عالية موجودة برضو يا جماعة. انا اتواصل معاك يا هبة احمد. اهو ايه رايكم اللايف ده؟ بسم الله ما شاء الله. بصوا لسه في شويه اطفالي بس مش هنعرضهم بقى. انا خلاص كفايه كده. اي حد محتاج اي كميه يا جماعه الشغل موجود. بسم الله ما شاء الله. لا ربع دسته ما بشحنش انا، ربع دسته القاهره دي، ربع دسته من الموديل الواحد. شايفين الدولارات؟ السحابه. شايفين الشغل؟ شايفين يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الكميات؟ دول اربع خمس اصناف، بقيه الشغل متخزن. شايفين يا جماعه؟ شايفين كميات بسم الله ما شاء الله، مستنفذ الواحد، محدش يجي يقول لي ايه، لا اللي عايز من موديل اي كميه مفتوح. احنا مدخلين اللايف ده بسم الله ما شاء الله الافات من الموديلات، الافات من الموديلات. اللي عايز ينورنا في اي مكان في مصر، عنواننا دمياط، الروضه، شارع الحصار، اولاد الشناوي. طب في مفاجاه اللايف الجاي يا شناوي؟ في مفاجاه من العيار التقيل. لا انت كده بتعمل معانا غلط، لا بعمل معاك الصح. نزل اللايف الجاي من الشناوي شغل مختلف، والسلام عليكم.